والواحد زعلان ان محافظه كبيره زي دمياط ونادي دمياط فرقه بتهبط الى القسم الثالث. خلينا نروح لاحمد وجيه ونشوف ردود الافعال بعد هبوط نادي دمياط. دمياط ومعايا بعض جماهير نادي دمياط الغاضبه بعد هبوط فريقها للدرجه الثالثه. يعني شايف هبوط فريق دمياط ازاي ومين واسباب هبوط فريق دمياط؟ هي بسم الله الرحمن الرحيم، هي اسباب فريق هبوط الفريق يعني في اسباب كتير، بس السبب الرئيسي منها هو مجلس اداره النادي. طبعا لما بقول مجلس اداره النادي انا بقصد رئيس النادي، لان مجلس اداره النادي غير متواجد. حاجه كده صوره، رئيس النادي هو المتحكم في كل حاجه، رئيس النادي هو اللي بايده الناس تيجي الناس ما تجيش. في بعض اعضاء من مجلس الاداره مع احترام الكامل ليها كانت اقصى امانيهم انهم يعدوا من قدام نادي دمياط. النهارده اعضاء مجلس اداره بالاسم ما لهمش اي دور، رئيس النادي هو المتحكم في كل حاجه. رئيس النادي اشتغل رئيس نادي، اشتغل مدير فني، اشتغل مدرب عام، اشتغل عامل غرفه ملابس، اشتغل كل حاجه، حتى المطعم تقريبا اشتغل في المطعم، بيعمل كل حاجه، لاغي الدنيا كلها، ما فيش غيره. المشكله كمان ان هو يعني حط في دماغه انه ان ما فيش مدير فني ينفع هيأثر مع الفرقه. انا كلمته اكتر من مره قال لي سيبك من كل الكلام ده، هو انا لما بزعق للعيبه او بديهم فلوس هم اللي بيكسبوا، اي جهاز فني في الدنيا هيبقى موجود ملوش قيمه. فطبعا ما فيش حاجه في الكوره كده، يعني ما فيش حاجه في الكوره كده. الناس دي السيد رئيس النادي بيدير نادي دمياط بصيغه او بشكل اداره منشاه تجاريه وليس منشاه رياضيه. اللي بينفع في التجاره ما ينفعش في الرياضه. الحاجه اللي هي مكسب وخساره ما تنفعش في الرياضه. الرياضه المفروض ان انا دخلت موقع ان انا يعني هبقى من موقع خدمي، انا بخدم الناس دون النظر لاي مكسب. هنقول بدفع، ما فيش حد بيدفع حد لحاجه حاجه للنادي من جيبه. الراجل ده ممكن في أزمة. من اللي بيصرف على الفريق؟ بص حضرتك، ممكن في ازمه يسد في ازمه، انما في الاخر بياخد حاجته. ما فيش حد ليه اي فلوس، ما فيش اي مجلس اداره تداول على نادي دمياط وحد ليه فلوس، كل واحد ليه مبلغ بيجي ياخده، هو بيشيل زنقه. انما في النهايه مش معنى ان انا مثلا ممكن ان انا اشيل زنقه من نادي دمياط ان انا اتصرف في النادي كما يترى ليا. الكلام ده مش مظبوط. بيشيل الليله دي برضو بيشيل معاه جزء من القياده بتاع دمياط، القياده السياسيه، السيد المحافظ. احنا كلنا اشتكينا للسيد المحافظ اكتر من مره عن سوء الاحوال في نادي دمياط، وهو ما بيعملش حاجه، هو مريح دماغه خلاص. ابو جنبه شايل عليا النادي، فخلاص انا مش مهم يجي لي اي مشكله من ابو جنبه، المهم ان النادي ماشي. يعني يمكن كنا في حديث مع رئيس نادي دمياط وبيحمل المسؤوليه للاعيبه، انت رايك ايه؟ انا بشكر السيد محمد ابو جنبه ان هو خلى محافظه دمياط المحافظه الوحيده في مصر اللي نزلت درجه ثالثه، النادي بتاعها نزل درجه ثالثه. شكرا يا محمد ابو جنبه. عايز اعرفك حاجه، ان في فرق بين التجاره والاداره. انت خدت نادي دمياط للتجاره مش للاداره، الاداره دي لها ناسها ولها استثماراتها. وبعد اذنك يا معالي الوزير، احنا شعب دمياط مش اقل من بورسعيد ومش اقل من الاسماعيليه ومش اقل من اسكندريه، عشان نتهان في استاد دمياط ونتهان في نادي دمياط من راجل لا يفقه اي شيء في كره القدم ولا اصلا ليه اصلا مارس كره القدم خالص. احنا تحت سيطرته وتحت رحمته، وحاجه يعني احنا يعني تعبانين نفسيا، شعب تعبان، ما عندناش اصلا. دمياط بلد ملهاش ترفيه غير الكوره، ما عندناش اماكن ترفيه، احنا شعب عاش على الكوره وبنموت الوقت في الكوره. فبعد اذنك يا معالي الوزير شوف لنا حل في وضع نادي دمياط، وبعد اذنك يا سياده المحافظ استاد دمياط، بعد اذنك للمره المليون استاد دمياط احنا ضعنا بعده، احنا كشباب هنروح فين؟ شايف مشكله الملعب مأثره مع الفريق؟ طبعا مأثره جدا، ودمياط متهنه في الملعب، المحافظه الوحيده اللي ملهاش ملعب، عكس بورسعيد، عكس اسماعيليه، عكس اسكندريه. الناس النادي الجماهيري اصلا بقى درجه ثالثه، المحافظه الوحيده اللي بتلعب درجه ثالثه. هيبتنا راحت كشعب دمياط، الحمد لله بلد متصدره في امبيليا ومتصدره في حلويات، ما عندناش بطاله عشان نروح لبطاله. يعني احنا دلوقتي تودي الشباب فين؟ ما فيش ترفيه اصلا في البلد غير الكوره، ما عندناش مادي اجتماعي واجهه البلد، ما فيش اي حاجه. في عهد محمد ابو جنبه البلد ضاعت راحت. يعني عايز اقول لك ان السنه اللي فاتت يمكن كنتوا بتنافسوا على الصعود للترقي، وكنتوا كاب قوسين او ادنى للصعود للدوري الممتاز، وكان رئيس النادي برضو كان الاستاذ محمد ابو جنبه. ايه الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت؟ الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت ان رئيس نادي دمياط اشتغل بمبدا انصف مطبخك القديم، بمعنى
المفروض السنة اللي فاتت أنا نجحت، كنت أبني على نجاحي، لكن للأسف هو أطاح بالجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس اللي كل شعب دمياط بيكنله كل احترام وكل تقدير، وبعد كده جاب جهاز فني. للأسف الجهاز الفني ما شافش اللعيبة، فترة الإعداد كانت قصيرة جدا، الجهاز الفني اتحط قدام أمر واقع، رئيس النادي اتحكم في كل حاجة جوه نادي دمياط سواء إداريا أو فنيا، بيتدخل في التشكيل، بيتدخل في كل شيء جوه النادي بفلوسه، بيوجه السباب لبعض الجماهير لو حد انتقده. وللأسف أنا بس بطلب من كابتن كريم، حضرتك يا كابتن كريم دلوقتي اتكلمت في أكتر من مرة في حلقاتك عن استاد دمياط، هو دمياط دي يا جماعة لا فيها مولز، مفيش فيها مسارح، مفيش فيها سينمات، الحاجة الوحيدة اللي احنا بنرفه بيها أو شباب دمياط بيرفه بيها عن نفسه هو الاستاد. احنا ليه ما عندناش استاد؟ احنا اقل من المحافظات التانية في ايه؟ كل محافظة فيها استاد واثنين وثلاثة. حضرتك عملت تقارير قبل كده في استاد دمياط وشفت ان هو عبارة، انا اسف، خرابة ما ينفعش يتلعب فيه اي حاجة. طيب السيد وزير الشباب والرياضة شاف، ورئيس الوزراء عارف الموضوع، احنا بنطلب من السيد رئيس الجمهورية بعد اذن حضرتك، الجيش المصري جه على ارض استاد محافظة دمياط، احنا بنطلب هدية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد لدمياط بس عشان نلعب في كورة، احنا مش عاوزين نعمل حاجة تانية غير ان احنا نلعب كورة. للأسف المحافظة الوحيدة اللي هتلعب درجة ثالثة فعلى السيد رئيس نادي دمياط محمد ابو جنبه هي محافظه دمياط. احنا بنشكرك، كتر الف خيرك، انت مش قادر تكمل، الاداره هي علم وفن التعامل مع الاخرين، انت للاسف فشلت اداريا، وجهت السباب للعيبه، وجهت اهانات للجمهور، وجهت اهانات للاجهزه الفنيه، انت بتدير كل حاجه جوه نادي دمياط كانها عزبه خاصه لحضرتك. احنا بنشكرك وبنقول لك كتر الف خيرك، شعب دمياط مش عاوزك، بس مش هنقول اكتر من كده. يعني شايف دمياط ممكن السنه الجايه يصعد للدوري الممتاز به مره اخرى في ظل وجود المجلس الموجود الحالي؟ صعب، لان المجلس الحالي اساء اختيار اللاعبين والمدربين هذا الموسم، وكان في نيه مبيته عند مجلس الاداره لاسقاط وانهيار لنادي دمياط، وده لم تحدث في تاريخ نادي دمياط. فبنرجو من السيد محمد ابو جنبه ان يقدم استقالته هو مجلسه المحترم، لان دمياط كمحافظه شعبيه وليها ناس ولها جمهور تنزل درجه ثالثه على ايديهم بنيه مبيته، بنرجوهم ان هم يرحلهم، وشكرا على اللي انتم قدمتوه لينا، كفايه ان دمياط في الدرجه الثالثه في عهدكم. شايف ايه اللي مطلوب عشان فريق دمياط يرجع مره اخرى لدوري الممتاز به ثم الدوري الممتاز؟ اولا انا بمس على الكابتن كريم حسن شحاته والضيوف اللي موجوده معاه في الاستوديو. يعني انا مش عارف اعبر عن شعور ازاي تجاه محافظه دمياط. محافظه دمياط محافظه كبيره، يعني محافظه كبيره قدمت افضل ثلاث حاجات للكره المصريه، المهندس الكره المصريه الكابتن رفعت الفناجيني رحمه الله عليه، كابتن سمير زاهر اللي عمل افضل ثلاث حاجات في تاريخ الكره المصريه، كاس الامم الافريقيه ثلاث مرات 2006 2008 2010 2010 تمام كابتن كريم، كابتن عصام الحضري ابن كفر البطيخ يعني احسن حارس مرمى في افريقيا تمام. ايه اللي عاد علينا من الكابتن سمير؟ ايه اللي عاد علينا من الكابتن عصام؟ ما شفناش حاجه لنادي دمياط، نادي دمياط انهار. مجلس اداره، انا يعني مش عارف اتكلم على مجلس الاداره اقول ايه، مجلس اداره فشل، مجلس اداره فشل، يعني مش عارف اتكلم، فشل يعني كل حاجه ضاعت للكوره في دمياط. مجلس اداره لا يفقه شيء عن كره القدم، يعني كره القدم معروفه يا كابتن كريم بيكون لهم اليات في كره القدم، ناس مارسه اللعبه عشان يبقوا اعضاء مجلس اداره. نادي دمياط انهار، طيب النهارده نادي دمياط نزل درجه ثالثه. احنا بنشوف الزمالك المستشار مرتضى منصور، بنشوف المصري الاستاذ سمير حلبيه، بنشوف المهندس محمود طاهر، كل دول ممكن ما يكونش مارسوا كره القدم انما هم ناجحين في انديتهم. يا كابتن زي ما انت قلت حضرتك، بس الاداره فن، الاداره اسلوب، الاداره تعامل، لازم أن تكون ناس مثقفه عشان تقدر تنفذ الكلام ده على ارض الواقع. يا كابتن كريم، استاد دمياط نادي دمياط الرياضي لا يوجد له ملعب، محافظه دمياط بالاكمل ما فيش فيها استاد، الرياضه انهارت، الحاجه الوحيده اللي بتقدر تسعد الجماهير هي الكوره. انا اولا بطلب من حضرتك كابتن كريم، بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناشد السيد الوزير خالد عبد العزيز، بناشد السيد محافظ دمياط معالي الوزير استاذ دكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، استاد دمياط، مجلس الاداره بتاع مجلس اداره نادي دمياط افشل مجلس اداره في تاريخ نادي دمياط، مجلس اداره نادي دمياط ادى الى هبوط النادي. ايه اللي احنا شفناه؟ ايه نادي دمياط؟ ايه اللي تقدم له؟ احنا عاوزين حد يكون خايف، نادي دمياط اقصى عليه، عاوزين من يحنوا عليه كابتن كريم، عاوزين من يحنوا على نادي دمياط يا كابتن كريم، عاوزين ناس تكون
خايفة على البلد، ناس تكون عارفة دمياط دي محافظة كبيرة. تمام، شايف اللعيبة يعني اللعيبة طبعا تتحمل جزء كبير من المسؤولية، انما انا شايف كلكم اجمعتوا ان مجلس إدارة نادي دمياط هو السبب في الهبوط. طبعا هو اللعيبه ليها جزء كبير طبعا في المشاركه في هبوط دمياط، لعيبه كانت غير المسؤوليه، ما هماش قد المسؤوليه. طبعا ده بينصب في ايه؟ ان مجلس الاداره اختار يعني اختار اللعيبه دي على اي معايير وعلى اي مقاييس. انا كمجلس اداره مهمتي ايه؟ اداره وليست فنيه. انا بسيب اختيار اللاعبين دوت للمدير الفني. اولا رئيس مجلس الاداره تعاقد مع اكثر من 50 لاعب وجاء قال لنا انا هصعدكم دوري ممتاز، بل بالعكس هنافس على الدوري الممتاز. طب فين حضرتك دلوقتي ال 50 لاعب اللي بينافسوا على الدوري الممتاز؟ ده احنا هبطنا للدرجه الثالثه. طب حضرتك دلوقتي لسه مستمر ليه؟ لسه عايز تنزلها لدرجه رابعه؟ هنستنى يعني شعب دمياط هيستنى لما الفرقه تنزل درجه رابعه في عهد محمد ابو جنبه؟ المجلس دوت اهان رموز النادي، اهان شعب دمياط، وكل واحد دمياطي لسه هيفضل ساكت على المجلس ده؟ يبقى هو كده بيسمح لكرامته انها تتهان بوجود محمد ابو جنبه. فاحنا بنطالب السيد رئيس الجمهوريه وبنناشده لازم يعني توصي السيد الوزير يشوف حل المجلس اداره نادي دمياط، لانه بيقول انا ما فيش حد يقدر يشتلني. ليه؟ هو حضرته فوق القانون؟ مين اللي بيحمي محمد ابو جنبه في مصر؟ انا عايز اعرف مين بيحمي محمد ابو جنبه في مصر، عايزين نعرف يعني مين هو. فبعد اذنكم عايزين حل ضروري. يعني نظرا لضيق الوقت كنا عايزين ناخد ارائكم كلكم، انما يمكن بعضكم عبر عن طبعا عن اللي جواكم اتجاه نادي دمياط. يعني كابتن كريم زي ما احنا شفنا غضب جماهيري في محافظه دمياط بعد هبوط الفريق للدرجه الثالثه، البعض بيطالب برحيل مجلس الاداره والبعض بيقول ان اللعيبه هي السبب في هبوط الفريق. وزي ما احنا سامعين كلنا كابتن